زمان لما كنا بنسمع كلمة داعية على طول اللي كان بيجي في بالنا انه شخص بيدعو الناس للدين، بس احنا عندنا في مصر الموضوع اتغير شوية، واغلب اللي بيتقال عنهم دعاة دلوقتي علاقتهم بالدعوة تتلخص في حاجة من اتنين، انهم يا اما بيدعوا للسيسي يا اما بيدعوا على الشعب لو زعل السيسي. كشف حمادة. ولأن سوق تجارة الدين في مصر اتوسع قوي وكبر، والدعاة اللي فارشين بالدين كتروا قوي، فالموضوع ما بقاش سهل، والمنافسة بقت شرسة، يعني لازم انت كداعية منافق قد الدنيا تبقى مميز وصوتك عالي عشان السادة المسؤولين لما يشوفوك وهم معديين تلفت نظرهم ويحبوك، وياخدوك بعمتك ويشحنوك على قناة من قنواتهم ويحطوك قدام ميكروفون عشان تعص وتدلس باسم الدين وتقبض ملايين. عشان كل ده كان الطبيعي ان كل شيخ من اياهم يعصر نفسه عصر عشان يعجب ويبقى مميز كده. هنلاقي علي جمعه اجتهد وطلع قال ان الاخوان خوارج وطلب من الجنود ان هم يضربوهم في المليان على اساس ان هم كانوا مستنين الفتوى بتاعته يعني. وهتلاقي واحد عمال يحزق يا عيني عشان يثبت ان الحديث الضعيف بتاع خير اجناد الارض صحيح، وناقص يقول انه سمعه بنفسه من النبي عليه الصلاه والسلام. وهتلاقي سعد الهلالي وصل لمرحله الوحش وقال ان السيسي نبي، ولو ضغطوا عليه شويه في الشؤون المعنويه مش بعيد يقول انه مذكور في القران. كل الشيوخ دول بيجتهدوا في الباطن ما شاء الله، وتحس ان هم بيتسابقوا مين فيهم هيطلع منافق اكتر من التاني. والحقيقه ان نفاق الشيوخ للحكام حاجه قديمه جدا وموجوده في التاريخ من قرون، انما الكام سنه اللي فاتوا دول في مصر وبالتحديد بعد الانقلاب شفنا نفاق للسيسي من الشيوخ لما قربنا نتعمي، والتجاره الوحيده اللي ظهرت في عهد السيسي هي تجاره الدين. والنهارده معانا بقى شهبندر التجاره دي، اللي بيدوب في السيسي زي ما السكر بيدوب في الشاي كده، واللي عشان السلطه بيبيع الدين جمله وقطاعي عادي. وبصراحه الراجل نفاقه وتدليسه في الدين لصالح السيسي ما راحش هدر برضه، وخد قصادهم برنامج على قناه دي ام سي بيقبض منه ملايين، وتعين عضو في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. ما الراجل مش هيتاجر بقيت ربنا ببلاش يعني، هو الحقيقه يستحق. ده كلمة السيسي ما بتفرقش لسانه، والدعاء عليه والإنجازات ومشروعاته والكباري بتاعته شغال طول البرنامج. أو بس الحقيقة لسه ما دعاش لقصور السيسي الرئاسية لحد دلوقتي، جايز لأن الموضوع لسه جديد. المهم إن خالد الجندي مسخر برنامجه للكلام عن السيسي، يمكن لو كان السيسي بنفسه هو اللي بيقدم البرنامج ما كانش هيشكر في نفسه بالطريقة دي. يعني مثلا لو جينا نتفرج على حلقات برنامج خالد الجندي اللي بيبث على قناة المخابرات دي ام سي عشان نطلع من كلامه أمثلة على نفاقه للسلطة، هنلاقي نفسنا أساسا مش لاقين هو فين الكلام، هو كله نفاق صرف مصفي لآخر قطر زي زيت عباد الشمس كده، بس ده عباد السيسي مش عباد الشمس. الحقيقه ان الشيخ خالد بيتشقلب على الهوا وبيغتصب نفسه عشان يرضي السيسي ودولته، وبيدافع عنه زي ما يكون ابوه، لدرجه ان هم بيقولوا ان ضباط الشؤون المعنويه اللي مسؤولين عن برنامج خالد الجندي لما بيسمعوه بيقعدوا يعيطوا لحد ما تبتل رتبهم العسكريه من كتر ما بيتاثروا من طريقه الشيخ خالد. عندك مثلا الحلقه اللي اتذاعت يوم 5 اكتوبر بعد موضوع فيديوهات محمد علي والدعوه للمظاهرات ضد حكم السيسي، واللي قابلها النظام بمنتهى الترحاب كالعاده وحبس فيها الافات، سواء عشان الجن في عقلهم ونزلوا الشارع يحاولوا يتظاهروا سلميا، او عشان نزلوا الشارع عموما عادي يروحوا السوبر ماركت مثلا، كانوا بيتفتشوا ويتقبض عليهم برضه. طلع علينا الشيخ خالد يومها كتر خيره عشان يفهمنا الدين بيقول ايه في موضوع الاعتراض على الظلم، بس مش الدين الاسلامي، دين خالد الجندي. قال لك ان الحاكم لو ظلمك اوعى تسكت. قلنا حلو قوي، ايه ده؟ هو الشيخ خالد اتغير وهيقول الحق لا سمح الله؟ ولا بدلوه على باب الاستوديو؟ ولا عمل عمليه جراحيه وشال الغده النشطه اللي بتفرز نفاق في جسمه؟ ولا ايه الموضوع؟ بس هو بصراحه ما هانش عليه ان هو يخضنا كتير وكمل كلامه وقال ان الحاكم لما يظلمك لازم تعترض عليه بالطرق القانونية اللي الدولة عاملاها. يعني مثلا السيسي اللي بيفصل القوانين على مقاسه وبيغير الدستور بمزاجه كل يوم اول ما يصحى، ده لما يجي يظلمك ما تسكتش وتلجأ للقانون اللي هو بيدوس عليه وعليك كل يوم، وتطلع على الاسم وتعمل فيه محضر. بس لو ما نفعش وقدرت تطلع من الاسم سليم من غير ما يكهربوك او يعلقوك او يخفوك، فعندك حل تاني قاله لك الشيخ خالد برضه، ما هو مش هيسيبك كده يعني. قال لك بقى لو ما نفعش بسيط، روح البيت وخد باسبورك ودولاراتك وهاجر بره البلد وما تقرفناش. لو انت بقى فقير ومش لاقي تاكل ومعكش فلوس تجيب تذكره مترو اساسا مش تذكره طياره، ففي حل برضه، وهو انك تتوكل على الله وتصبر عادي على الظلم لحد ما ربنا ياخدك وترتاح والبلد كلها ترتاح منك. دي الحلول اللي بيقولها الشيخ خالد المصريين اللي بيعانوا من ظلم السلطه في مصر. وللاسف هو بينسب الحلول دي للدين مش لنفسه، فبيجي عند الحته بتاعت الهجره دي فبيستخدم ايه ألم تكن أرض الله واسعة؟ يعني مش بس بينافق، لا ده بيستخدم الدين والقرآن في نفاقه، يعني مفيش أرخص ولا أوضع من كده. الراجل بيبيع آيات الله علني كده بكل بجاح عشان يشتري رضا السيسي والنظام. ربنا لو إنما لو ابتلاك رئيس الدولة بشيء أو الوزير بشيء تعمل إيه؟ قدامك ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى يا محترم إنك تعترض، وتعترض بالوسائل القانونية اللي حددها القانون الاعتراض. بس، ما أدي كل ما في المسألة. مفيش حاجة اسمها إن أنا اروح مكسر المرافق العامة وعطل النظام واقول ان انا معترض، اهدم في مؤسسات الدولة واقول ان انا معترض، ده حالة هبل يعني لا علاقة له. طب انا ما انتش قادر تعترض او شايف الوسائل القانونية مش مناسبة. قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها،
طب ما انتش قادر تهاجر علشان ان اي ظرف بقى، اجراءات، فلوسك مش جاهزه، معكش تكت الطياره، ما خدتش تاشيره. فصبر جميل والله المستعان. هنا بقى ندخل على مرحلة الصبر الجميل تاني. والحقيقة من كتر ما برامج خالد الجندي ملاش علاقة بالدين الحقيقي، يحس ان هو نفسه مش مقتنع ان هو بيقدم برنامج ديني. يعني كل كام يوم يعمل نيولوك، مرة بجلبية، ومرة ببدلة، ومرة بدقن، ومرة حلقها، ومرة يفتكر انه مخبر فيربي شنبه بس، ومرة بدوجلاس، تحس انه جاي يمثل مثلا، او بيقدم برنامج العالم يغني. ولو جينا بصينا على قطرة تانية من بحر تطبيل خالد الجندي لا نهائي، هنلاقيه طلع في حلقة برضه عشان يقول لنا انه بيحب السيسي وبيموت فيه، وقعد طول الحلقة كلمنا عن انجازات السيسي اللي قضى على فيروس سي. ودي حقيقه بصراحه، لان فيروس سي غالبا لما لقى السيسي بيحكمنا صعبنا عليه وساب البلد، او مش هيبقى هو بالسيسي يعني. وكلمنا كمان الشيخ خالد عن السلاح اللي بيشتريه السيسي عشان يقوي جيش البلد، ومش عارف الحقيقه سلاح ايه. يعني هو الجيش دلوقتي اساسا ما بيحاربش وبيشتغل في مزارع الجمبري، يجوز قصده السلاح اللي بينزعوا بيه راس الجمبري مثلا. ده انا بدات اشك ان طائرات المسترال اللي جابوها في الاسطول دي شاريينها مخصوص عشان يصطادوا عليها مش يحاربوا بيها. وكلمنا الشيخ خالد عن السيسي اللي رجع لمصر كرامتها بعد ما كانت وقعت منها في الشارع ومش عارف راحت فين، بس الحمد لله السيسي لقاها ورجعها لمصر، بس تقريبا بعد كده سرقها منها وباعها. ده غير ديون مصر اللي السيسي بيسددها من مصروفه مش من فلوس الشعب خالص. ورغم ان السيسي بيسدد ديون مصر، الا ان في حاجه غريبه جدا بتحصل، وهي ان الديون بتزيد. بس طبعا ده مش ذنب السيسي، هو لا بياخد قروض ولا حاجه، هي الديون اللي بتنقسم ما يتزين وبتتكاثر. هنعمل ايه يعني؟ وفضل خالد الجندي يعدد في انجازات وبطولات وعظمه السيسي اللي لولاه كانت البلد ضاعت واتدمرت وما كانتش امهاتنا ولدتنا. اما بفضل الله تبارك وتعالى، من كرم الله علينا ومن رحمته علينا، أن حبانا برئيس له كل الاحترام والتقدير، وله كل المبايعة، وله كل وتمام الثقة، نقولها بكل فخر وبكل اعتزاز، شاء من شاء وأبى من أبى. الحقيقة واحد قبل الحلقة كده كان بيكلمني بيقول لي أنا شايفك بتحب الرئيس أوي. قلت له طبعا، وأي حد عاقل لازم يعمل كده. قال لي ليه؟ قلت له الأسباب كتيرة جدا. الحقيقة الرئيس السيسي بالنسبة لنا عمل كتير، الرئيس السيسي عمل انجازات في كل حاجه في حياتنا، ولازم نقولها ولازم نفكر الناس بيها. احنا مضطرين لده، خدوا بالكم، احنا مضطرين نعمل ده. محدش يقول يو تاني، لا تاني وتالت ورابع. ما انت العيب ان احنا سكتنا، فحصل ان الابواق المزيفه والابواق المصهيانه ركبت وكلمت كلام مش كويس. بس تقريبا الحلقه دي ما كفتهوش، وحبه للسيسي طلع اكبر بكتير من ان حلقه واحده تساعه، فرجع تاني في حلقه تانيه عشان يكرر نفس الكلام عن السيسي ويدعي ان ربنا يحشره معاه في الجنه. هو ما شاء الله حكم ان هو والسيسي خلاص هيدخلوا الجنه، هو مشكلته الوحيده دلوقتي انه عاوز يبقى معاه. بس المره دي بقى الشيخ خالد ما اتكلمش عن الانجازات، هو السيسي بصراحه عنده حاجات كتير عظيمه غير الانجازات يعني. المره دي اتكلم عن اخلاقه وازاي بيرحم الفقير وبيساعد الضعيف والعاجز، والعيان بيديله حقنه والمسكين بيديله لقمه، وانه من كتر الاخلاق اللي عنده باع منهم شويه عشان يصرف على مصر. مقارنه بسيطه، رئيسك ورئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه، من يوم ما حكم لغايه النهارده، سمعت منه لفظ خارج؟ سمعت منه كلمه نابيه؟ سمعت منه كلمه بيذكر فيها اسم رئيس تاني من اللي بيهاجموه؟ شوف انت الفارق ما بين اردوغان اللي لا يترك فرصه باي حال من الاحوال انه يتطاول ويتجاوز. شوف، ذكر رئيسنا، ذكروا مره يا راجل، مره. الراجل ده بالنسبه لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يديله العمر والصحه ويحشرنا معاه يا رب في الجنه ان شاء الله، ربنا يحشرنا معاه في الجنه يا رب. حلقه تانية برضو، بس المره دي ما كانش لوحده، كان جايب كام شيخ شبهه كده وعاملين اوركسترا تطبيل عشان ياخدوا ثواب الجماعه. في وسط الحلقه اتكلم الشيخ خالد عن اتهامه بانه من شيوخ السلطان، بس ما طلعش نفى التهمه لا سمح الله. لا، الراجل كان بجح وقال ايوه احنا شيوخ السلطان عادي، وده مدح بالذنب ولازم نطيع ولي الامر. وطبعا ما فاتهوش كالعاده انه يدلس ويقول ان الدين بيقول كده، واللي يقول غير كده يبقى شطار. كون بقى ان ولي الامر ده بيظلم ولا بيدبح في الناس ولا مجوعهم، فالشيخ خالد ملوش دعوه بالحاجات دي، ما خداش في الكلاس. انت تفضل تطيع ولي الامر مهما عمل فيك، حتى لو موتك. بعد ما تموت بقى اعترض عليه براحتك عادي. ودعا الشيخ خالد في نفس الحلقه ان الشيوخ كلهم يطلعوا يقولوا بكل فخر انهم شيوخ السلطان، وقال ان اللي بيقولوا عليه طبال ومنافق اللي هم كل الناس يعني ما بيفهموش في الدين وبيحولوا الحق الباطل. وقال كمان ان طول ما الحاكم ما عملش منكر يقيني يبقى هو زي الفل وكلنا معاه ولازم نطيعه. وانا مش عارف ايه هو المنكر اليقيني اللي ممكن السيسي يعمله اكتر من القتل والظلم وحبس الناس يعني. يظبطوا بيعبد الاصنام مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. لا، وكمان حتى تاني، من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى اميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. لا كده انت كده تبقى شيخ السلطان. لا خد بالك يا مولانا، حتى تبقى شيخ السلطان. لا مش حلو. ده اللي ما يبقاش شيخ السلطان حياته اطراد واخرته اطراد. امال انت شيخ مين؟ ده مين اللي عين السلطان عليك؟ مين اللي اختاره ليك؟ هو مين اللي قال لك اطيع السلطان؟ مش الملك اللي قال في سوره النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم؟ يلا اتريقوا على الايه، يلا زلت السنتكم بكفر اذا اردتموه ان تخطئوا في الايه او تتهكموا عليه.
ستبقى تلك الآية عنوانا على انضباط الأمة. وطلع في 4 ابريل اللي فات كمان عشان يقول ان السيسي خلى كل ايامنا اعياد وانه بيجبر العالم كله على احترامه. ايوه يا جماعه، السيسي اللي سالف من طوب الكره الارضيه وبيقعد مطاطي قدام بوابين البيت الابيض، خالد الجندي بيقول انه اجبر العالم على احترامه وكمان مطول راسنا. طب كان طول نفسه هو الاول بدل ما بيبقى مش باين من الكرسي اللي بيقعد عليه كده. الله يرضى عنه، الرئيس بتاعنا الجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالنا الايام اجمع ما تكون بالعيد. احنا بقينا نتابع الزياره بتاعته لامريكا كما لو كنا بنتابع حفل او مهرجان عالمي، مش احنا بس، ده العالم كله. صحيح الدنيا كلها كانت بتتابع السيد الرئيس اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، اللي مطول راسنا ورفع اقدارنا ومعلي اسمنا كلنا عاليا بالهدوء وبالابتسامه الجميله بتاعته. وطبعا اللي زي خالد الجندي في مصر حاليا لازم كلامه يمشي في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الاول اللي قلناه اللي هو مدح السيسي وتلاوه ما تيسر من انجازاته، وانه يحسس الناس ان الخروج عليه ذنبه بالظبط زي الخروج من المله كده، وان المظاهرات ضده هي رجس من عمل الشيطان. الاتجاه الثاني بقى هي شيطانه اعداء السيسي اللي هم الاخوان، يعني دول بقى لازم يطلعوا خونه وكفره وشياطين وبيعادوا الاسلام اكتر من كفار قريش، وان في احتمال ان ابو جهل يدخل الجنه انما الاخوان مستحيل يعتبوه. والاتجاه ده خالد الجندي ما يتوصاش فيه الحقيقة، وبيوصف الإخوان ساعات بالخوارج وساعات بالإرهابيين وساعات إن هم تتار، يعني بيغير عشان الناس ما تزهقش، وقال إن هم ضيعوا البلد واستغلوا الدين عشان يسيطروا على مصر. وموضوع استغلال الدين ده بيعصب الشيخ خالد جدا زي ما احنا كلنا عارفين، هو ما بيستغلش الدين خالص، هو بيبيعه بس الحقيقة. وجدير بالذكر وبالمناسبة اللي مش سعيدة خالص اللي خلتنا نتكلم عن خالد الجندي النهاردة، نحب نقول إن خالد الجندي ده اللي بيشتم وبيهاجم ثورة يناير دلوقتي وبيتهمها إنها كانت هتضيع البلد لولا إن سيسي البطل أنقذها، إن له موقف مشرف جدا من ثورة يناير لايق عليه، وهو انه كان وقت الثورة وقبل ما يتشال مبارك كان ضدها، بس سبحان الله اول ما مبارك اتشال بقى معاها فجأة، ما تعرفش ازاي. اكيد طبعا مش عشان هو شخص منافق للسلطة فلما اتغيرت معها، لا لا لا، اكيد في سبب تاني، تلاقي مبارك كان مشربه حاجة صفرة وضحك عليه. المهم ان بعد الانقلاب بقى ضد الثورة تاني عادي. هذا كلام عجيب، هذا لم يعجبهم، قال سأتنازل عن الرئاسة لم يعجبهم، قالوا سأمضي الى حال سبيلي لم يعجبهم، قال سأصلح اصلاحات دستورية لم يعجبهم، وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم. والله والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم العرض من قال ومن قيل، قد قالوا في الله أقوالا منفقة ذكرت في معرض القرآن تنزيلا. لم يعجبهم لأن هناك أجندات خاصة، حسابات خاصة، نفوس مريضة وقلوب منكوسة وأقوال معكوسة، الكارثة. المهم قل لهم أو قل لبعضهم، ها ونجيب مين؟ خلف خلفا له، لا تجد إجابة، والله شيء لا يصدق عقل. أين أنتم يا حكماء الأمة؟ أين أنتم يا حكماء مصر؟ لمن تريدون أن تسلموا راية هذا الوطن ودفة هذه المركب التي ستغرق بنا وبمن حولنا؟ أنتم تعبثون بهذا الوطن وتلعبون بنار هذا البلد وتلعبون بهذا البلد. فاروق الملك فاروق الذي ذكرتم أنه كان يعاقر النساء ويشرب الخمر كما ذكرتم أنتم، يخرج مكرما في حراسة الجيش وتهليل الناس ويأخذ ما معه وما يريد، معززا ومكرما، ويدفن هو وأسرته في هذا البلد. والبعض يريد لرجل خدم هذا الوطن جنديا ومقاتلا ورئيسا وزعيما ومنتخبا قلب او القى السمعة وهو شهيد. معانا واحد من ابطالنا العظام اللي تسببوا في حركة الحرية والصحوة في هذه الاونة التي نعيشها، وهو الاستاذ هاني خورشد الذي كان من المجموعة المكونة لجروب كلنا خالد سعيد، الشاب اللي رحمة الله عليه اللي قتل بايدي بعض المخبرين في الاسكندرية، وتسببت هذه الحادثة في هم هو اسامة. احنا فعلا احنا مشينا ورا شباب اصغر مننا، اخواتنا الصغيرين، والحمد لله رب العالمين، يعني احنا حققنا حاجه مثل كلنا كنا بنحلم بيها. احنا اللي بنحلم بيكم وهنحلم من خلالكم وبنقول لكم ان ربنا وحده هو اللي كفيكم على اللي انتوا عملتوه فينا. يا اخي ده الحربايه ما بتغيرش لونها بالسرعه دي، هو ده اللي بيعمله خالد الجندي طول الوقت في برنامجه الديني لعلهم يفقهون. لا في دين ولا في فقه ولا في لعلهم حتى، كل اللي فيه نفاق للسلطه ومحاوله لنيل رضاها والتقرب منها بتبرير جرائمها. واذا احتاجنا الدين معانا في البرنامج احيانا فاحنا بنحتاجه عشان نلويه ونفتري عليه ونطوعه لخدمه السيسي ونظامه، وعشان نخوف الناس من الخروج عليه ورمي اي حد يعرضه بتهم باطله والافتراء عليه. خالد الجندي زيه زي كتير موجودين دلوقتي من اشخاص بيتقال عليهم رجال دين، وهم في الحقيقه عملوا الدين كسلعة بيبيعوها للسلطة وبيقبضوا الثمن فلوس وشهرة وقاعد على موائد الحكام. بس على ما ربنا يخلصنا منهم كلهم. معنا اليوم حدوتة وتحبيش ابو الليالي يومات ينزل البلد هو ورجالته، هاتك يا نهب وسرقة وحرق.
والحكومه يا بالحاج مش عارفه تاخد معاه لا حق ولا باطل. واهل البلد يجتمعوا وحليله المزيد يقول مفيش غير حل واحد يا جدعان. ايه هو حليله؟ قال لك اننا عدم المؤاخذه نقتله ونقتل ابو الليل ازاي يعني. والمطيبات يقول اول هام نشتري السلاح ونلم من بعض يا بالحاج ونبيع اللي ورانا واللي قدامنا ونشتري طبنجه. والمطيبات يقول تاني هام ندور على عيل ما جابتهوش ولاده ياخد السلاح ويطخه. والواتش النووي ابو صدر عريض يطلع ويقول انا اطخه يا مطيباتي. والمطيبات يقول انت يا بعر هي هتعيل ولا ايه؟ احنا عاوزين واحد له تاريخ. ونقول له طب مين يا مطيباتي؟ قال لك مفيش الا السنارة ابو حجيجه، ده ياما قتل انجليز ايام الاحتلال وياما هتف ضد الملك بقلب حديد، كان بيهتف ويقول ارجع انقره يا فاروق يا ابن المره. وده نلاقيه فين يا مطيباتي؟ قال لك نقلب عليه الناحيه وما نكدبش خبر ابو الحاج ونهمل بيوتنا وندور على السناري لحد ما نلاقيه ولده عجوز ومكحكح ونايم في خرابه، ونهلل ونهيص وناخده معانا. بس الاكاده السناري ما بقاش يشوف ولا بيسمع، والرعشه ماسكه جتته وصوت كحته جايب اخر الزمان. ونديله الطبنجه يا ابو الحاج وناخده لحد ابو الليالي، والحاج فول يشوفنا واحنا مسندين وماشيين ويضحك ويقول خليكوا عايشين في اللي فات يا بلد مطنات. عنها ابو الحاج والسناري يقف قصاد ابو الليالي وايده تترعش والسلاح يقع على الارض تحت منه، وعدم الا مؤاخذه يعملها على روحه ويغرق الارض وينجس السلاح. يا دي الخيبه يا اولاد، اكن ما لبناش غير الخساره ونجست السلاح. والنكد يركبنا ابو الحاج ونقعد حزانه ونمصمص شفايفنا. والمطيبات يدور في الدفاتر القديمه لاجل ما يلاقي لنا بطل تاني. والحاج فولي يضحك ويضحك لحد ما عينيه تدمع يا ابو الحاج. ونشوفكم على خير ان شاء الله.